هو ادم ما بيجيش يزورني ليه يا عامر؟ اصل ايه؟ ما تتكلم، قلقتني. اصله متهمينه في قضيه سرقه واكل. ايه ابننا يسرق ويقتل؟ هو لسه ما حدش يعرف الحقيقه فين، هو هربان لغايه دلوقتي. عم امين، ليه كده يا ادم؟ ليه كده يا ابني؟ يا دي اخر توصيتي ليك، تسرق تقتل، دي اخر توصيتي ليك، تسرق وتقتل. عم امين انا قصدي، انا ليه قلت له كده؟ انا غبي. اقفلي على طول ورا يا سعاد. اوكي يا حبيبتي، وما تنسيش تفتحي بكره في ميعادنا. حاضر ما تتاخريش. ما تقلقيش. بقول لك ايه يا نانسي، انت كويسه؟ انا كويسه. انا بقى المحل بيراقبوا نانسي ليه؟ أكيد في حاجة غلط. إيه يا حبيبتي، خضتيني عليكي، اتأخرتي كده ليه؟ أعمل إيه؟ كان لازم أفضل في الجاليري لحد ما عادي الطبيعي عشان محدش يشك، مع إني كنت تعبانة قوي من بدري وهموت وآجي. يا حبيبتي ريحي شوية، التوتر ده وحش علشانك. أنتي مستنية حد؟ لا. أمال مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ نقوم نشوف مين. مين؟ انا امير. اللي هيجيبه دلوقتي ده ما اعرفش. افتحي شوف عاوز ايه. افتحي. ازيك يا امير، خير؟ في حاجة؟ انت مخبية عني ايه يا نانسي؟ انا؟ وهخبي عنك ايه يعني؟ وليه؟ وبعدين انت مالك بتتدخل اليومين دول في حياتي الشخصية بالشكل ده؟ وبأي صفة يعني؟ نانسي في حاجة غلط بتحصل وانا حاسس بيها. حاجة ايه حبيبي؟ بس ادخل، ما ينفعش تقف على الباب كده. اتفضل يا حبيبي. اهلا وسهلا، تعال اتفضل. اتفضل. انت مش ملاحظ انك بقيت بتطفل علينا وبتحشر نفسك زياده عن اللزوم ولا ايه؟ بص يا نانسي، اكيد انت عندك حق، بس في نفس الوقت العشره والعيش والملح اللي ما بيننا بيحتموا عليا. لو حسيت ان انت واقعه في اي خطر على الاقل لازم انبهك. خطر ايه؟ انت متراقبه يا نانسي. ايه؟ متراقبه؟ ايوه متراقبه. واحد عامل نفسه بتاع جرايد بيراقبك طول الوقت وانت قاعده جوه الجاليري. وانت شرفك انه بيراقبني مراقبه يعني؟ لاني شفته يا نانسي وهو بيبدل الورديه مع زميله، وشفته وهو بيديله لاسلكي. لاسلكي؟ بتهيألي بقى اللاسلكي مش موجود غير عند ناس معينين، ولا رايك ايه؟ تقصد ايه يعني؟ نانسي انا قصدي واضح جدا ومفيهوش اي مجال للبس. المباحث بتراقبك ليه؟ معرفش. طب قوليلي، انت اجلتي سفرك لامتى؟ اشمعنى بتسأل ليه؟ لانك مش ناويه تسافري من اساسه. انا اتصلت بشركه الطيران وسالت على رحلتك وقالوا لي ان انت ما اجلتيش الحجز زي ما قلتيلي. انت بتتجسس عليا؟ نانسي انت من حقك تحتفظي بخصوصياتك، بس انا كمان من حقي افهم. انت مش من حقك حاجه خالص، وتفضل اطلع بره. عيب كده يا نانسي، امير في بيتنا. بصي يا نانسي، عشان مفيش داعي تظلميني على الفاضي، انا لو ما كانش قلبي عليكي وبجد كنت
كنت كبرت دماغي، كنت ريحت نفسي وما فكرتش في المشكله اللي انتوا ممكن تكونوا واقعين فيها. لكن انا حاسس ان انت واقعه في مشكله، بحاول اساعدك باي طريقه، حاولي تفهمي. وانا قلت لك ان مفيش حاجه، هي المساعده بالعافيه؟ لا طبعا مش بالعافيه، بس كونك تغيري كل التخطيط اللي كنت مخططاه وتلغي فكره السفر نهائي، معنى كده ان حصلت لك مشكله وكبيره خلتك تغيري كل ده. وبعدين عمي جورج بقاله فتره مختفي على غير العاده. يا جماعه انتوا عندكم مشكله؟ مشكله ايه يا ابني لا سمح الله؟ اهلا يا عمي، مساء الخير، الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك. اتفضل يا بابا، شوف البيه بيتجسس علينا ومتابع كل تحركاتنا وبيراقبنا كأن ملوش اي شغلانه غيرنا. ابدا والله يا عمي، انا لغايه ما هنالك حسيت ان انتوا واقعين في مشكله قلت هاجي ساعد. وانا قلت احنا مش محتاجين مساعده. اف اتفضل 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 يا ابن احمد. آسف يا عمي لو كنت اتدخلت في أمور ما تخصنيش. لا يا ابني مفيش حاجة خالص، وعلشان أكون صريح معاك، إحنا فعلا كنا في دربك، كان عندنا مشكلة. خير يا عمي لا سمح الله؟ واحد قريب ليا توفى، وده سبب غيابي طول النهار، أصلنا كنا بندفنه في البلد. ربنا يعزيك يا عمي. شكرا يا ابني شكرا. طب ونانسي ليه ما قالتليش؟ على الاقل كنت رحت العزا وعملت الواجب. معذور يا ابني، اصلها كانت متوتره علشان طلبناها في الشهاده لجريمه قتل. قتل؟ ايوه، ما هو ده السبب اللي خلاها تاجل سفرها. اصل القتيل امريكاني، لقوه مقتول في شقته وهو كان زبون عندها، فما لقوا رقم تليفونها على موبايله طلبوها يستجوبوها في كام سؤال كده. انا شفت الحادثه دي في الاخبار، واحد امريكاني مسكين عمره راح نتيجه واحد ارهابي متعصب. اوكي، عشان كده بقى نانسي متراقبه. ايه متراقبه؟ ايوه يا جورج، امير بيقول ان في اتنين مخبرين بيراقبوها قدام الجاليري. انت شفتهم بعينيك؟ ايوه يا عم. وهما موجودين دلوقتي قدام الجاليري؟ ايوه. استر يا رب. ما تقلقيش نفسك يا طنط، يعني أنا بتهيألي إن أنا كده استوعبت الموقف على بعض. هما ممكن جدا يكونوا حاطين نانسي تحت المراقبة يومين ثلاثة لغاية لما يتأكدوا إنه ملهاش علاقة بالقضية، وبعد كده يشيلوا المراقبة من عليها خالص. ربنا يستر يا ابني. وأنا بكرر أسفي مرة تانية على تدخلاتي في اللي ما يخصنيش. لا يا حبيبي، أنت زي ابننا بالظبط. تعيش يا طنط. يلا بعد إذنكم، تصبحوا على خير. أنت من أهله. مع السلامة. مسج من اكونت مونيكا؟ محدش يعرف الباسورد بتاع الاكونت ده غير ادم. ده اكيد ادم. اوعى تتهور لحد يشوفك. انت فين يا حياتي؟ كلمني على الرقم ده.
زيرو 8 4 6 بس كلمني كمان ساعة من تليفون أمك عشان رصيدك ما يخلصش. عشان رصيدك ما يخلصش؟ تليفون الإنجليزي، تليفون الإنجليزي، تليفون الإنجليزي. حاجة عجيبة جدا، بيت طويل عريض ما فيهوش أي حاجة تتاكل. سهام سهام سهام، سيف انت جيت؟ لا لسه على وصول. طب يا حبيبي لما تيجي بالسلامه ان شاء الله بصحي. يا سهام حبيبتي اصحي، هو في ايه بالظبط بيحصل في البيت؟ ما تصحي كده وتفوقي لي. ايه سيف انت على طول كده داخل عليا بحبيبك؟ ايه ده ايه ده حبيبي كده وخليك كول. قول انت بتجيبي المصطلحات دي منين؟ بعدين تعالي هنا، انا بتصل بيكي طول اليوم على الموبايل ما ردتيش عليا مره واحده. ممكن اعرف انت كنت فين؟ كنت نايمه يا سيف، كنت نايمه. نايمه طول النهار؟ اصلا سهرت امبارح قدام التي في، وقعدت دخلت كلت وجيت نمت على طول. طب قولي لي بقى بمناسبه الاكل، يعني بيت طويل عريض كده ما فيهوش اي حاجه تتاكل، الثلاجه فاضيه ليه؟ اسف يا حبيبي بس كنت جعانة قوي فكلت الاكل كله. كلت الاكل اللي في التلاجة كله؟ كله ان شاء الله. طيب كان في تورتاية انا جايبها امبارح، انت حطها فين؟ كلتها. كلت تورتاية؟ كلتها لوحدك؟ اولا هي ما كانتش تورتاية، كانت نص بس. وبعدين ايه؟ انت بتعد عليها الاكل ولا ايه؟ يا حبيبتي ما عادش في حاجة، ألف أنا وشفها، بس أنا خايف عليكي يعني بس طرطاية، أنت ممكن يجيلك السكر ولا حاجة يعني. بعد الشر عليا، فول الله ولا فلك يا أخي. سهام. إيه حبيبنا؟ سهام أنت كويسة؟ أنا؟ زي الفل. بس مش عارف ملاحظ كده عندك حالة خمول كده مش مريحاني. احنا عايزين على بكرة ولا بعده كده نروح لدكتور ونطمن. دكتور انت عندك حق طبعا، لازم نروح عنه. هنروح هنروح. تصبح على خير بقى. ها كريم انت فين يا ابني؟ انا مستنيك من بدري. يا سيدي انا كويس، المهم انت طمني عليك. انا مش مصدق اللي بسمعه ده، انت يا ادم تعمل كده؟ يا كريم والنبي مش وقت الكلام ده. انا قتلت بس كنت بدافع عن نفسي وعن واحده ملهاش اي ذنب في اي حاجه. الموضوع طويل مش قادر اشرحه لك دلوقتي. المهم انا عارف طبعا ان امي اكيد متراقبه واهلي كلهم متراقبين وتليفوناتهم كلهم متراقبين. انا عايزك تشوف لاي طريقه اطمن بيها على امي وابويا. طب اطمن اطمن، انا هتصرف وهكلمك. المهم انت في حته امان؟ الحمد لله ما تقلقش، انا لغايه دلوقتي في امان، بس الله اعلم بكره هكون فين. طب طمني قول انت مش محتاج حاجه؟ ما تقلقش الحمد لله كل حاجه تمام. ما تنساش والنبي يا كريم، انا عايز اسمع صوت امي واطمن عليها. طب ما تخافش، انا هتصرف في كل حاجه وهكلمك على الرقم ده. خلي بالك على نفسك. آدم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب.
عارفه ان انت اغلى حاجه عندي في حياتي. ايه ده؟ يا نهار اسود، دي مولعه نار. حبيبتي يا بنتي، اصحي يا هان، فوقي من نومة اهل الكهف اللي انت نايماها دي. ايه يا هشام، في حد يصحي حد كده؟ بنتك حرارتها فوق الاربعين ومولعة نار وانت نايمة على ودانك. اربعين ازاي يعني؟ دي مولعة نار والله؟ دلوقتي بس حسيت انها مولعة نار؟ مفيش، هي كانت دافية شوية بس انا ما تخيلتش ان هي توصل للدرجة دي. اديتيها دواء؟ لا، انا قلت اكيد لما تنام هتقوم كويسه. هتبقى كويسه ازاي؟ هتبقى كويسه ازاي وانت امها؟ صبرني يا رب. اتفضلي اديها دواء عبال ما اروح اجيب لها دكتور، جاتك القرف. مش مستاهله دكتور يعني، تاخد الدواء دلوقتي هتبقى كويسه ان شاء الله. لا لازم، واخده بالك؟ عشان لازم نعرف سبب الحراره، مش هنفضل ندي في مسكنات زي حياتي معاكي. امين، من ساعة ما رجعت من الزيارة وانت على الحال ده؟ ما تقلقش، ربنا يطمنك على ابنك عم امين ان شاء الله. الواد باين انه راح. راح ومش راجع تاني. ما كنتش عارف ان غلطة زي دي ممكن تهد كل اللي بنيته. غلطة ايه؟ الوقت بس عرفت ان غلطة صغيرة ممكن تعمل بلاوي كبيرة. انت بتقول ايه؟ ما هو المسمار لما يقع الحدوة لازم تقع. حدوة؟ حدوة ايه؟ الحدوة لو وقعت الحصان يقع والفارس اللي عليك كمان يقع ويضيع. لا اله الا الله. انا مش هتلاقي بيخرج كده. نفس عمامين. نفس ايه؟ مالك عمامين؟ الحقونا يا جدعان. هتصل الحنفي فلنا دكتور، الحقونا يا جدعان. عم امين هروح من هنا يا جدعان. عم امين، عم امين، عم امين، الحقونا يا جدعان. متشكرين يا دكتور، تعبناك معانا. لا العفو، انا تحت امرك، بس لازم الكرسي يتاخد بالكامل زي ما انا كاتب في الروشته عشان الاحتقان والحراره يروح. حاضر، انا هبعت اجيب الدواء دلوقتي. تحت امرك. السلام عليكم. الف سلامه. مستهترة! مستهترة؟ أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه يا رب؟ شو كبير؟ عم تدرس. إيه مش هتاجي معانا القداس؟ إيه؟ مش هتاجي معانا القداس؟ هاجي هاجي. روح أنت بس وأنا هخلص شوية شغل كده اعملهم واجي وراك. ماشي. عم تدرس، لو انا اتأخرت او معرفتش اجي ياريت يعني لو تصلي لي وتولع لي شمعة. ربنا يطمن قلبك.
أنا جيت لك النهاردة علشان الدين. دين؟ دين إيه؟ أنت جاي ترمي بلاويك عليا ولا إيه؟ أصبر عليا بس، أصبر عليا يا عامر، ده دين ليك عندي. آه، إذا كان كده ممكن، بس أنا عمري ما سلفت حد حاجة. بس أنت أنقذت حياتي، رفعت عني الظلم بشهادتك يوم المحكمة. آه، هو أنت اللي كنت متهم في القضية؟ معقولة؟ معقولة ما شفتنيش يوم المحكمة؟ معلش ما تأخذنيش، أصل اليوم ده كان يعلم بيه ربنا، كانت عيني مزغللة ومش فاهم أي حاجة. بس أنت عرفت بيتي إزاي؟ أنا رحت لك الشغل، وعرفت إن أنت ما رحتش الشغل من يوم القضية. أروح شغل ليه؟ رحت ولا ما رحتش كلها محصلة بعضها. بصراحة أنا جاي لك في شغل. شغل إيه تاني؟ أروح أشهد على واحد ولا إيه؟ أنا عندي مزرعة صغيرة ورثتها عن أبويا الله يرحمه، وبصراحة مش فاضي أديرها. والفلاحين يا عامر يا أخويا نهبوني. إيه رأيك؟ ما تمسكها لي. أنا؟ طبعًا، وفي أمل منك، كفاية اللي أنت عملته معايا. وانا سمعت ان انت بتفهم في الزراعه كويس، وخلي بالك لو الشغل على العال والمحصول صح صح انا هديك نسبه واعتبرك شريكي في الارباح. انت بتتكلم جد يا سيدي؟ ادي 3000 جنيه عربون من تحت حساب نسبتك. وعربون كمان؟ انا اكيد بحلم يا عامر، دي حقيقه. انت راجل اصيل، الاصيل اللي زيك عمره ما يكون جزاته البهدله والمهانه. بس بقولك ايه، قبل ما تخرج من الباب ده نمضي عقد على الكلام ده. يا سيدي ادي العقد اهو وامضيت عليه. امضي انت بقى، اتفضل. بس اطلب منك طلب. تحت امرك. مش عاوزين نبقى نزرع المزرعة بطيخ. امضي يا عامر امضي. صباح الخير. ايه اللي مصحيكي بدري يعني مش عوايدك؟ اهو قلت ابتدي اليوم من اوله عشان الكسل اللي انا فيه ده. وناوي على ايه النهارده؟ ابدا، هنزل اعمل شوبينج وبعدين اعدي على بابا وماما اشوفهم عشان وحشوني قوي. مفيش داعي. هو ايه اللي مفيش داعي؟ يعني مفيش داعي لبابا وماما النهارده. عايزك تقعدي في البيت، انت تعبانه، مش يمكن وانت بره التعب يهل عليكي. تعبانه ايه يا سيف؟ دول كانوا شويه كسل وراحوا لحالهم، وبعدين انا مخنوقه عايزه اتهوى. تتهوي يعني تتهوي معايا مع جوزك، يعني رجل على رجلك، غير كده مرفوض. وبعدين لو عايزه اي حاجه يا دوب العسكري هيوصلني لحد الشغل ويبقى موجود هنا بره باب الشقه. اطلبي مني كل اللي انت عايزاه. ايه؟ انت حابسني ولا ايه؟ حبيبتي انا خايف عليكي، مش عايز مجازفه لحد ما نشوف دكتور يحدد لي حالتك الصحيه. انت عايز تتعبني بالعافيه؟ سهام انا اللي شايفك، انت مش شايفه نفسك. انت ليه عايزني طرشه وعاميه وخرصه؟ ليه مصر تلعبني على اني حته شطرنج عملت العبها يمين وشمال زي ما انت عايز؟ انا اكتر واحد في الدنيا دي عارف مصلحتك، وكلام في الموضوع ده تاني انا مش عايز. لون شعرك حلو قوي، بقاله سنتين يا سيف. انا عايز اكون مسقعه. ها يا علي، انت تاني؟ عايز ايه يا كريم؟ بجد المره دي عايزك في موضوع سيريس قوي وما يخصنيش انا. يخصني؟
يخص ادم. ادم انت تعرف حاجه عنه؟ بصراحه كريم انت كذاب، واكيد دي حركه من حركاتك البايخه. ليه بس؟ عشان انت مستحيل تثق فيا في موضوع مهم زي ده بسهوله. بالعكس بقى، انا بثق فيكي جدا عشان انت فعلا انسانه محترمه وعندك رساله، وما اعتقدش ابدا ان انت هتقبلي بظلم انسان. انت عايز مني ايه بالظبط؟ بصراحه هو ادم كان عايز يطمن على والدته. وانا مالي ومال موضوع زي ده؟ يعني اصل انا صاحبه قوي واكيد متراقب، وهم كمان اكيد متراقبين، لكن انت ما اعتقدش ان حد ممكن يراقبك عشان انت صحفيه يعني، ما حاولكيش شبهات. انت عايزني اروح لهم ليه؟ بصي عايزك تكلميني على الرقم ده، اوكي؟ اول ما تكلميني انا هعمل كونفرنس بيننا وبينك عشان ادم يعرف يكلم والدته. طب وليه يعني ما تديني رقم وانا اكلمه عليه على طول؟ ولا انت مش مأمن؟ لا خالص يعني، بس هي دي رغبه ادم. وبعدين يعني خلاص لو انت مش عايزه انا اسف يعني، اعتبريني ما قلتش حاجه. بالعكس انا مبسوطه انك وثقت فيا، ولا يمكن اخذلك انت او ادم. واعتبر يا سيدي ان سركم في بير غويط. متشكر قوي يا علي. بصي بقى ده العنوان عشان ما تتوهيش. ماشي؟ ألف سلامة عليك يابا. إن شاء الله عدوينك يا حاج أمين. أنتوا إيه اللي جابكم؟ عايزنا نعرف إنك تعبان يابا وما نجيش نسأل عنك. يا ريتني كنت مت وارتحت. أوعى تقول كده يابا، بعد الشر عليك، إحنا مالناش غيرك. على الأقل كنت ارتحت. المرة دي خسارة، أصعب خسارة دي. الإنسان يحس إن صورته اتهزت في نظر اللي بيحبهم، ويسبب لهم فعار هيلاحقهم طول العمر. سامحوني سامحوني. ما تقولش كده يابا، ما ياما ناس كتير بتغلط. المكان ده مش من مقامكم. طالما انت فيه يبقى مقامه عالي يابا. كفايه ان انت عملت كل ده علشاننا. كان نفسي انها تعدي على خير وربنا يسترها وما نفترقش. مقدر ومكتوب يا عم امين. وبعدين يعني الايام بتجري بسرعه، بكره تخرج لنا بالف سلامه ويتلم شملنا زي الاول. افتكرش افتكرش. طمنوني على ادم، عرفتوا عنه حاجه؟ ما نعرفش عنه حاجه يابا، بس ان شاء الله خير. حبيبي حبيبي يا ابني، وامك عامله ايه؟ امي تعبانه يابا، السكر والضغط عليه عليها، هو ده اللي منحني تيجي تطمن عليك. ربنا يكون في عونك. أمكم دي جبل يا بنات، استحملت كتير، صبرة صبرة معايا بقى كتير. يا عالم يا عالم هتستحملي ازاي يا رب. ايوه يا سمر، انا خلاص جهزت وجايلك حالا. جهزي لي بقى حته بسرعه قبل عسكري ما يرجع. اي خدمه استهانم؟ انت جيت امتى؟ لسه واصل حالا. ايوه سمر، مش هينفع اجيلك خالص، العسكري رجع على طول. معقول بالسرعه دي؟ ده انت حظك زفت قوي. طب اقولك ايه، انا اعصابي تعبانه قوي ومشدوده، ما تيجي تقعدي معايا شويه؟ لا لا يا سيهام، مش هينفع خالص، اصل انا وجوزي رايحين كروس في اسوان ولازم نجهز. هتقعدوا قد ايه؟ يعني حوالي 10 ايام. طب وبعدين يا سمر؟ ما تسيبنيش كده، اتصرفي. بصي انا ممكن اديكي نمر الديلر يجيب لك الحركات ديليفري لحد البيت. ايه؟ لحد البيت؟ ايوه يا بنتي لحد البيت. في ايه مالك؟ ده بيجيب لنا كلنا عادي. طيب طيب اديني النمر. ها اوكي ربنا يستر. منور يا دكتور ميرو. دكتور مين بقى يا عم سيف بالهيلمان الجامد اللي انت فيه ده؟ ايه يا عم ده؟ انا من ساعة ما دخلت واحد يسلمني للتاني يسلمني للتالت، فاكر فيلم عادل امام عريس من جهة امنية؟ بالظبط.
حاجه كده على قدي. لا على قدك ايه، واضح انك مالي مركزك تمام، وعلى فكره ده بقى ياكد لي ان انت هتقدر تفيدني. افيدك في ايه؟ امرني. بص يا عم سيف، انا عندي واحده قريبتي طلبوها للشهاده في قضيه الراجل الامريكاني اللي اتقتل من كام يوم. الراجل الامريكاني ده قضيتي. اسمها ايه قريبتك دي؟ اسمها نانسي جورج غطاس. عارفها، بنت سيد القمر. قريبتك دي؟ اه يا سيدي قريبتي. طب قول لي جوزتهاش ليه؟ يا اخي انت مفيش فايده فيك ابدا، بقول لك قريبتي. خلاص عارفها، مهندسه الديكور. هي بعينها. بقول لك يا عم سيف، البنت دي بنت ناس جدا، ومش قادر اقول لك حالتها زي الزفت قد ايه من ساعه ما طلبوها للشهاده في المباحث. بتخدمني في الموضوع ده يا سيف، دي بنت خالتي. قول لها تطمن، ده اجراء روتيني بيحصل في كل جرائم القتل. المباحث بتجمع كل الناس اللي ليهم علاقه بالقتيل، يحققوا معاهم وبعدين يحطوهم تحت المراقبه لفتره، يمكن يظهر عليهم حاجه كده او كده، بعد كده بيرفعوا من عليهم المراقبه. وبعدين البنت مالهاش علاقه بالجريمه اصلا، وكده كده اترفع من عليها المراقبه. الله يطمنك يا اخي، مش قادر اقول لك اهلها كانوا مخطوطين عليها قد ايه. لا قول لها تطمن. انا بقى ليه عندك طلب؟ تؤمر سيف. نفسي احبسك 3-4 ايام هنا. طب سيف استاذن. تشرب ايه؟ ايه القلق ده يا ست هانم؟ عقيد وعسكري واقف على الباب؟ انا والله لو ما سمر هانم ما ادخل هنا لو تاخدي مني 100 وقيه. حصل خير، وريني معاك ايه؟ انا معايا صبعين، صبع ب 150 وصبع. هاتهم هاتهم هما الاثنين. شكرا قوي. اي خدمه ست هانم؟ خلاص يا أسطى، لما الحنفية تخره تاني هنبعتلك. تحت أمرك ستة. شكرين قوي. معلش يا جماعة، أنا آسف جداً إن أنا طبيت عليكم كده من غير سابق معاك، بس الحقيقة يا عم إن عندي خبر ما كانش ينفع أأخره عنكم أبداً ولا أخبيه. خبر إيه يا ابني؟ خير؟ خلاص يا عم، شالوا المراقبة من على النادي. بجد؟ عرفت منين؟ عندي يا ستي واحد صاحبي رتبة كبيرة في الداخلية أكد لي نفس اللي كنت متوقعه بالحرف. قال لك إيه؟ قال لي إن هما كانوا حاطين المراقبة على نانسي يومين ثلاثة كده، لكن أول ما تأكدوا إنه مفيش أي شبهات حواليها رفعوا عنها المراقبة على طول. أنت متأكد من اللي بتقوله ده؟ أيوه طبعًا يا عم. صاحبك ده أنت مالي إيدك منه؟ ده صاحبي من أيام ما كنا سوا في المدرسة، يعني استحالة يكذب عليا. مش قصدي، قصدي يعني هو مركزه مهم؟ يعني معلوماته موثوق فيها؟ إيه اللي موثوق فيها؟ ده في أمن الدولة. إيه؟ أمن دولة؟ وهيطنة القضية بالكامل اتحولت عليهم لأن الضحية فيها أمريكاني، غير إن في شبهة إرهاب في الموضوع. هو بنفسه اللي أكد لي إن هم خلاص رفعوا المراقبة على نانسي. ربنا يطمنك يا ابني. عشان تعرفي بس إن أنا فعلاً قلبي عليك. البوليس شكله بيراقبني. بدل المصيبة، عرفت منين؟ حسيت بيهم ورايا. ما أنا خبرة في تجارة الصنف 10 سنين وعمري ما اتمسكت. ما هي التجارة بتخلي لك عين تالتة في ظهرك. بس ما تقرش على نفسك، الشر بره وبعيد. طب وكانوا بيراقبوك ليه؟ اكيد عشان موضوع ريتشارد. تفتكر بيشكوا فيك؟ طب ازاي؟ ده انا ما غلطتش قدامهم ولا كلمة. انت مش قلتلي انهم بصموك؟ يمكن ليقولك بصمة كده ولا كده، وده اللي مشككهم فيه. يا غباوتك يا اخي، هم لو كانوا لقولي بصمة كانوا حبسوني وقتي. هما ليه اللي مشككهم فيك؟ مش عارف، يمكن بيحصحصوا كده لغايه ما يتاكدوا. تفتكر وانا هوجع دماغي ليه؟ وعلى راي المثل، امشي عدل يحترع عدوك فيك. يعني ايه؟ يعني نكن ونختفي من تجاره الصنف دي لغايه ما الامور تهدى والعين تروح من علينا. علينا ده ايه؟ هو انا متراقب معاك يا عم؟ حد جاب سيرتك وانت استدعوك ولا خدوا بصمتك؟ ما هو ايه؟ ما هو عشان احنا شركة لازم اقولك على حاجة افتكرت اني عملتها واحنا هناك. حاجة ايه؟ اصلك ايه؟ اصل واحنا خارجين من عند الامريكاني دون كذبت عليك وقلتلك ان انا مسحت بصماتي وانا ما مسحتهاش. يخرب بيتك. طب والعمل يا شباب؟ انت لازم تختفي خالص اليومين دول، واوعى تعمل اي مشاكل، تتمسك تروح القسم يفيشوك هناك. اتجرجرنا يا حبيبي على القسم ولبسنا القضية. استر عليا يا رب. بقولك يا بابا، أنا عايزة أشوف أدم وأطمن عليه. إيه اللي بتقوليه ده يا نانسي؟ ما ينفعش، دي مجازفة محدش يعرف نتيجتها هتبقى إيه. لا ما أنا ما ينفعش ما أطمنش على الإنسان اللي ضحى بحياته ومستقبله عشاني. يعني كده خطر عليكي وعليه. يا حبيبتي مش معنى إنهم شالوا المراقبة عليكي تبقي في أمان. وممكن الضابط صاحب أمير يكون بيعمل حركة تمويه عشان تاخدي راحتك وتقعي في المحظور. لو حصلت هتنكر وأروح له. وليه ده كله يا حبيبتي؟
عايزة اطمن عليه يا ناس، ضميري بيأنبني ناحيته، ما ينفعش اسيبه لوحده، لازم ابقى جنبه. وجودي جنبه هيعمل ايه؟ ده ممكن يعرضه لخطر اكتر. يا بابا يا بابا، ده بقى اهله ما بقوش معاه، احنا الناس اللي فاضلين له بس في الدنيا، ده غير الرعب اللي زمانه عايش فيه. طب خليها لبكرة الصبح. لا يا بابا، عشان خاطري دلوقتي ليل وفرصة كويسة صدقني. ما انا عارفك دماغك ناشفة، واللي بتعوزيه بتعمليه. جورج انت هتقوم على امها ولا ايه؟ احنا هنروح ونرجع على طول. طب ما تخلي حضرتك واروح انا واجي بسرعة. ازاي يا حبيبتي؟ عايزة تروحي لواحد غريب في شقة لوحدكم؟ ده بالذات انا استأمنه على روحي، كفاية اللي عمله عشان يدافع عن سمعتي وشرفي. طبعا يا بنتي، ده انسان اصيل، واللي بالنبل ده مستحيل يغدر او يخون، بس انا لازم اجي معاكي عشان ما ترجعيش لوحدك. ازيك يا ادم؟ ها؟ احنا قلنا ايه؟ قصدي ازيك يا شريف؟ الحمد لله. انت كويس؟ يا ستي ما هو كويس اهوت وعالي العال زي ما قلتلك. اصلها اصرت تيجي تطمن عليك بعد ما عرفت انهم شالوا من عليها المراقبة، ما طقتش تستنى لحد الصبح. كتر خيرك. خيري ايه؟ ده انت جميلك على راسي من فوق. انتوا مستنيين حد؟